وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين. شكرا دينا فكري. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً بعنوان مدن المستقبل، الإطار والممارسات العالمية، والذي يسلط الضوء على مفهوم المدن المرنة والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات الدولية لتقييم مستوى مرونة المدينة، وذلك بتطبيقه على مدينة إنتشون الكورية الجنوبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وأوضح التقرير أن مرونة المدن تعرف بقدرتها على الاستجابة للصدمات والتعافي منها بسرعة والتكيف في وجه الكوارث والضغوط اعتمادا على الابتكار. أضاف التقرير أن المدن المرنة تتميز بسبع خصائص هي الاستباقية والاستعداد للمستقبل، سهولة التكيف، المشاركة، التركيز على المواطنين، الابتكار والشمولية. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن احتياطي الطاقة الكهربائية في مصر وصل إلى 13000 ميجا وات، ليقترب بذلك من معدل الاحتياطي العالمي 25% من الطاقات المولدة. جاء ذلك في نشرة مركز المعلومات بعنوان قطاع الكهرباء المصري يحقق قفزات ملحوظة، والتي جاءت نتاجا للجهود المبذولة في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية. لفت المركز إلى وجود العديد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الداعمة والمحفزة للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، والتي تستهدف أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، مثل القانون الموحد للكهرباء، إلى جانب التحديث الجاري لاستراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة وصولا إلى عام 2040. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن إجمالي قيمة صادرات مصر بلغ نحو 43 مليار و600 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 29 مليار و300 مليون دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 48.8%. أوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 32 مليار و500 مليون دولار عام 2021، مقابل 25 مليار و100 مليون دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته نحو 29.9%، في حين بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء نحو 11 مليار و100 مليون دولار مقابل 4 مليارات و200 مليون دولار، بارتفاع بلغ نسبته 164.3%. إلى أسواق المال، حيث قفزت مؤشرات البورصة المصرية لأعلى مستوى في نحو 6 أشهر مع إعلان الحكومة التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. أنهت البورصة تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وسط تداولات مرتفعة. ربح رأس المال السوقي نحو 25 مليار و400 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 745 مليار و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10553 نقطة، ليرتفع بنسبة 4.92%، ليغلق عند مستوى 11072 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2225 نقطة، ليرتفع بنسبة 72%، ليغلق عند مستوى 2241 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3196 نقطة، ليرتفع بنسبة 51%، ليغلق عند مستوى 3243 نقطة. انتعش النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الثالث وسط استمرار الانخفاض في العجز التجاري وتباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4% من 2% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو. تقلص العجز التجاري بشكل حاد، حيث أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. أشكرك فاطمة.